التايكواندو، البعض يرى أنها رياضة قتالية وعنيفة وأنها غير ملائمة للبنات، ولكن طالبات مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات لا يرين ذلك أبداً، بل هي وسيلة للدفاع عن النفس والاستمتاع في آن واحد. أنا دشيت التايكواندو من الصف الثالث، ومعلمتي شجعتني أني أدش وحبيت ودشيت المهارة في المدرسة. شفت هالمهارة هني في المدرسة وقلت حق أهلي، وأهلي شجعوني وأنا ابتديت من صف رابع. خليني أني أنا أثق بنفسي بأني أنا أقدر أتحمل المسؤولية، أني هل أني إذا أقدر، ويخليني طموحات تخليني أزيد. أنا اخترت التايكواندو لأنها تعطيني مرونة بجسمي وتخليني أدافع عن نفسي. أحس أن روحي قوية وأثق في نفسي، وإذا صادني موقف من المواقف أقدر أني أنا أدافع عن روحي. أبي أوصل لحزام الأسود وفوق. أبي أوصل حق الحزام الأسود وأكون شاطرة في التايكواندو، وأكون يعني من الناس المشهورين في رياضة التايكواندو. التايكواندو رياضة غنية بالفوائد لمن يمارسها، وتحقق فوائد كثيرة على المستوى الجسمي والصحي من جهة، وعلى المستوى العقلي والنفسي من جهة أخرى، ولهذا لاقت الاهتمام من قبل المدرسة. طبعاً من خبرتي في لعبة التايكواندو أن البنت لما تدخل هذا المجال وايد يكسبها مهارات، منها الثقة بالنفس، مرونة في الجسم، تناسق في الجسم، وتكون واثقة من نفسها يعني. فحبيت أنا أن أنقل هاي التجربة هني، وأن البنات يمارسون هاي اللعبة، وأن نشوف مواهبهم. ممارسة الرياضة سلاح الإنسان للحصول على جسم سليم والوصول إلى الحياة المثالية، وهي تعتبر كنزاً لمن أتقن أحد أنواعها، وسر نجاحه ووصوله إلى عالم الشهرة والتميز. أسمهان معروف لبرنامج الملعب.